بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشراوي. نائب بريطاني بيحذر تحذير خطير جدا، في أصوات كتير بدأت تعارض الحرب الروسية الأوكرانية وبدأت تعارض الوقوف قدام روسيا. بيقول إيه؟ بيقول أخشى إن يتم تفجير قنبلة قذرة في قلب دولة أوروبية ويتم اتهام روسيا. مش بس كده، منذ 3-4 أيام عملت لكم حلقة اسمها ثورة عارمة في كينيا. بسبب ايه؟ بسبب قرارات او سياسات صندوق النقد الدولي عشان يدي قرض لمين؟ لكينيا. طلع برضه بعض الذباب، متعودين على كده للاسف، لما نطرح اي ملف طلع ناس من الذباب الموجود في كينيا متابعين معنا في القناه من الملف بتاع نهر النيل، وبيقولوا لا يا ابراهيم ما تكبرش الموضوع، لا ثوره ولا حاجه، دي شويه مظاهرات عاديه. طب النهارده دخلوا البرلمان وكسروا البرلمان وولعوا فيه. البرلمان بتاع الدوله، البرلمان انت عايز ايه تاني؟ يعني انت عايز يعني امتى تسميها ثوره؟ مش عايز امتى تسميها ثوره؟ ده بيضربوا الناس في الشوارع دلوقتي بالنار واحنا بنتكلم كده، بيقتلوا المتظاهرين. مش بس كده، هنغطي مع بعض اخر اخبار فيضان نهر النيل السنه دي. زي ما ظهر قدام حضرتك، مين ده يا ابراهيم؟ ده النائب البريطاني اسمه اندرو بريدجن. حذر النائب البريطاني اندرو العالم من ان حلف شمال الاطلسي اللي هو الناتو يخطط لشن هجوم زائف على مدينه اوروبيه باستخدام قنبله قذره، قنبله نوويه يعني، اليورانيوم المنضب، اللي هو هيعملوا ايه؟ هنقي مدينه فاضيه كده او ما فيهاش حد او ونروح جاي، او منطقه كده ونروح جاي ضاربين فيها قنبله قذره. التلوث بتاعها بسيط او وبعدين نقول ايه؟ اوبا ده روسيا اللي عملت كده، يلا نبدا الحرب. اي حجه يعني، روسيا مش مديهم حجه، احنا هنفتعل الحجه. وده اللي انا قلته لك، اللي مش محتاجين تبرير. يعني لما كلمتك على مطار بيروت قلت لك هم مش محتاجين تبرير، هم عملوه، جاب معاهم جاب ما كلش خلاص مش فارقه، زي ما عملوا كده في دخول العراق. طلع يقول لك بص علينا نووي، فين يا ابني؟ ما فيش نووي. مش مشكله حتى لو العالم مش مصدق، مش مشكله، احنا مش محتاجين تبرير، هنعمل الحرب. تعال ننتقل بقى لكينيا. متظاهرون يقتحمون البرلمان الكيني في نيروبي، وكان لينا السبق ده من 3-4 ايام، غطيت لك الخبر وقلت لك صندوق النقد الدولي حط رجله في مكان هيخرب الدنيا، قولا واحدا هيخرب الدنيا. طب هناك الانفجار حصل سريعا ليه؟ لان الناس اوضاعها صعبه اصلا، وكانوا مستقبلين خير، انت رفعت سقف طموحك قوي، فبالتالي لما تيجي تكسره شكرا. ايه اللي بيحصل يا ابراهيم بقى في القرن الافريقي ومنطقه شرق افريقيا؟ كانت الرياده كانت قديما للسودان في المنطقه دي، بعد كده خدتها سحبتها منها اثيوبيا، واثيوبيا بتعرف تلعب على الحبال، فامريكا معايا، روسيا معايا، الصين معايا، كذا معايا، اوروبا معايا، تمام؟ فعشان كده لما دونالد ترامب قال لهم انا عملت وثيقه عشان توقعوا عليها واتفاقيه مع مصر وبخصوص سد النهضه، ما رضيوش. ليه؟ ما معاهم الناحيه الثانيه روسيا والصين، تمام، بيعرفوا يرقصوا على الحبال. ايه اللي حصل؟ الحرب الاهليه في اثيوبيا ضعفت، خلت اثيوبيا ضعيفه، والعمله بدات تنهار والاقتصاد بدا يتدمر ايه اللي حصل؟ كينيا صعدت، الديمقراطيه في كينيا كويسه جدا، ابي احمد تحول لديكتاتور، خلاص بيعمل انتخابات ومفيش حد بيشاركه، القصه دي كلها، ولغى الانتخابات الفتره الاخيره دي، يعني هو دلوقتي قاعد من غير اي انتخابات. على العكس مين في كينيا؟ كينيا اتعملت انتخابات، جه ويليام روتو اللي هو عامل الكارثه دلوقتي، راح جاي رامي نفسه في احضان الغرب، راح جاي مدخلينه في الراسماليه المتوحشه، ودخلوه في صندوق النقد الدولي، رفع الضرايب ورفع ضرايب بهيزه جدا، ورفع اسعار الوقود والخبز وكل كل كل شيء، كل شيء اترفع. يعمل ايه؟ تطلع مظاهرات، يعقل ما يعقلش، يعمل ايه؟ يخلي البرلمان يصوت، خلاص مش هو الشعب، الديمقراطيه اهي والشعب اهو، طب ما الشعب مش عايز، الشعب مش عايز القرار، انت جايب شويه نواب وضغط عليهم وبتاع، هم اللي مختارينهم، هم اللي مختارينهم، بس الشعب هو السيد، هو اللي يقول لك هو اللي يقول لك لا. وأكم من قوانين اتعملت وتوافق عليها وما اتطبقتش، انت مقفل دماغك ليه؟ الناس راحت ولعت في قلب البرلمان على مشروع قانون المالية والزيادات الضريبية المقترحة، زيادات رهيبة جدا، رصدت لقطات زي ما ظهر قدام حضرتك، متظاهرون يقتحمون مجلس النواب ويشعلون النيران فيه، وقعدوا جوه وكلوا الأكل بتاعهم كمان. وكانت الصحافة الفرنسية أعلنت مقتل متظاهر، لا ده العدد زاد قوي، على يد الشرطة قرب البرلمان، كما أكد سقوط جرحى إثر إطلاق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين. أفادت وسائل إعلام كينية بمقتل 8 أشخاص من خلال الاحتجاجات، لا العدد زاد بشكل كبير جدا.
عدد زاد بشكل كبير جدا. طبعا في نقطة لازم تعرفوها، ايه هو؟ ان جو بايدن او الولايات المتحدة منحت كينيا امبارح بس وضع الحليف الرئيسي لحلف شمال الاطلسي من خارج الحلف. بص يو تاني يوم البلد ولعت، اقتحم المتظاهرون في كينيا مبنى البرلمان حيث تم التصويت على مشروع الميزانية بما في ذلك زيادة الضرائب ورفع أسعار كل شيء، والدنيا مولعة. قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب أكثر من 200 آخرين خلال الاحتجاجات. المتظاهرين مقتنعون بأن الابتكار سيضر بالاقتصاد ويدمر تكاليف المعيشة إلى آخره. تمام؟ جو بايدن قال امبارح زي ما قلنا أصنف كينيا كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي لأغراض المساعدة الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة عشان عايز يأمن القرن الأفريقي. تعال نشوف كده بعض الفيديوهات. ده الفيديو الرئيسي المنتشر النهاردة في كل الأنباء العالمية. أدي مبنى البرلمان وبيقتحموه. شفنا السنة اللي فاتت فين؟ في البرازيل لولا دي سيلفا، ساعة ما كانوا بيحاولوا يعملوا انقلاب عليه. إنما دي مظاهرات شعبية زي ما حضرتك شايف. تعال نشوف فيديو آخر. ده فيديو آخر. في ملحوظة هنا، ده عمود كوبري. ايه يا ابراهيم هم مغلفين اعمده الكوبري؟ لا ده بيعملوا تشجير، يعني مش تصحير بقى، تشجير. حتى الاعمده بتاع الكباري بيزرعوا عليها نباتات. طبعا هي دوله من دول حوض نهر النيل زي ما حضرتك شايف. ده فيديو اخر من وكاله تاس زي ما حضرتك شايف. الشوارع مفيش حد في فيديو، مفيش حد في فيديو. ولعوا بقى المباني الحكوميه، ولعوا اقسام الشرطه، عربيات الشرطة، كل شيء كل شيء. مبنى البرلمان الشرطة بتضرب عليهم رصاص حي دلوقتي في الطرقات، كل حاجة. البلد واقفة ثورة في كل شيء زي ما حضرتك شايف. دلوقتي هم بيحرقوا المباني الإدارية زي ما حضرتك شايف. خلاص البلد مش بتاعتي، وانت بتستغل المباني ومصالحي عشان تعمل ايه؟ عشان تضرني. ما هو انا الشعب يا جماعة، انا الشعب. لما ترفع عليا الاكل وترفع عليا الشرب والخبز والبنزين وتحط عليا ضرائب باهظه عشان ايه؟ عشان ترضي امريكا؟ اولع انت وامريكا. ادي زي ما ظهر قدام حضرتك في الصوره، المتظاهرون ياكلون غذاء النواب بعد اقتحام البرلمان في كينيا. بياكلوا الاكل بتاعهم. انتوا قاعدين تاكلوا وتشربوا في فلوسنا وفي خيرنا وتفرضوا علينا ضرائب وترفعوا اسعار الخبز والبنزين والسولر لا 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 لا. دخلوا البرلمان وولعوا فيه وكلوا الاكل وتصوروا على المكاتب زي ما حصل قبل كده في امريكا في مبنى الكابيتول. تعالوا نطير لدوله ثانيه اخرى، الارجنتين مشتعله برضو. بسبب ايه؟ بسبب القروض والديون. الراجل استلمها ما كملش 5-6 شهور ولع فيه زي ما حضرتك شايف، وبرضه بيضربوا النار على المواطنين في الشوارع والخرطوش وزي ما احنا متعودين تعال ننتقل لاثيوبيا الخبيثه طالما احنا في افريقيا. الصومال يتهم القوات الاثيوبيه بتوغل غير قانوني عبر الحدود. ايه يا ابراهيم القصه دي؟ اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا. اثيوبيا عايزه تاخد وما بتنساش، هي ليها هدف بتستغل اي نقطه ضعف او اي فتره ضعف بتعمله زي ما حصل كده في سد النهضه. دلوقتي الصومال فضع صعب والعالم مستعر وحرب في اوكرانيا وحرب في قلب المغضوب عليهم او مع القطاع ودخل حرب في لبنان وهنا وهنا والموضوع مستعر. نعمل ايه؟ نستغل الظروف ونشعل ونخش نقتحم مين؟ نقتحم الصومال. نجحنا ما نجحناش نرجع ننسحب تاني، بنعمل تيست يعني. كل ده عشان الوصول لميناء بربرة في ارض الصومال. اتهم سفير الصومال لدى الامم المتحدة القوات الاثيوبية الاثنين بتنفيذ عمليات توغل غير قانونية عبر الحدود المشتركة بين البلدين، مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن المحلية. ويتمركز ما لا يقل عن 3000 جندي إثيوبي في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال التي تقاتل حركة الشباب المتطرفة التي تسيطر على مساحات واسعة في البلاد. فعملوا تيست، فشل التيست، انسحبوا تاني. طب لو نجحوا كانوا سيطروا. هي دي إثيوبيا عاملة مشاكل مع كل جيرانها وفي دول حوض نهر النيل ودولة أخبث ما يكون. تعال ننتقل لملف سد الكرسي. دي آخر صورة وكنا نشرناها منذ عدة أيام وغطينا لكم آخر التطورات. الكتلة الشرقية خلصت، الكتلة الغربية خلصت، والسد والممر الأوسط تقريبا انتهى. باقي البوابات بتاعة المفيد
المتوقع السنة دي هيخزنوا 70 مليار متر مكعب، السنة اللي فاتت 40، يبقى السنة دي متوقع كام؟ متوقع 30 مليار تقريبا. حلو الكلام؟ بس هيزيدوا شوية عشان هم نزلوا المنسوب شوية ل 35، فمتوقع السنة دي يخزنوا كام؟ 35 مليار. السؤال بقى، هل أصلا الفيضان السنة دي هيجي 49.5 زي ما بيجي كل سنة؟ ده السؤال المهم. كلنا عارفين ان في ظاهرة اسمها النينو ولا نينا، عشان ابسط لك الموضوع، التغير المناخي اللي احنا عايشين فيه اللي هو ايه؟ درجة الحرارة المرتفعة بترفع درجة حرارة المحيطات، بتعمل كذا بتعمل كذا، بدون دوشة كبيرة جدا بالنسبة لحوض نهر النيل. النينو اللي هي ظاهرة الجفاف، اللانينا اللي هي ظاهرة الفيضان. حلو كده؟ خلينا نبسط المعلومات. طيب، نهر النيل شغال من ايام سيدنا يوسف 7 و7، 7 فيضان بيجي بعدهم 7 جفاف. احيانا بيبقى السبعة الجفاف بيمتدوا يوصلوا ايه 8 و9 و10 و11. الموضوع ده اتكرر مرتين، اشهرهم المرة اللي حصلت في الثمانينات، 77 87 و88، اللي انقذنا ان سنة 88 جه كمية مية كبيرة، ده اللي فرقت معنا. كنا خلاص على اخر سرسوب، بحيرة ناصر بتشيل قد ايه؟ بتشيل 162 مليار متر مكعب من المية. حلو الكلام؟ كلام زي الورد. فيهم 32 منسوب ميت، يعني متقدرش تسحب منهم لو ما تحت البوابات بتاعت التوربينات، يعني انت بتتكلم في 130 مليار. يكفوك كم سنة لو ما جالكش اي نقطة مية؟ يكفوك 3-4 سنين بكتير قوي من غير ولا نقطة مية تجيلك. تمام؟ حلو الكلام قوي. طيب، السنة دي بحيرة ناصر قلت في حدود سنتيات او سنتيمترات، كمية بسيطة عن كل سنة خلال 3-4، يعني احنا كل بقالنا 3-4 سنين بنقول ايه؟ احنا داخلين الفيضان وعندنا مية، عشان كده كنا بنفتح مفيد توشك. ليه؟ مصر عاملة ترشيد استهلاك للمية، فاحنا اصلا ما بنسحبش الكمية بتاعتنا اللي هي 55 مليار، احنا بنستهلك مثلا 40-35، والباقي بنسيبهم في البحيرة عشان الوقت الصعب. اكنك مثلا بتقبض مرتبك مثلا 5000 جنيه كمثال، يعني للشرح بس للتوضيح، بتصرف 94000 للطوارئ. فبيجي بعد 5-6 شهور بقى معاك 5000 جنيه. حد تعب، حد حصل له حاجه لا قدر الله، او في اي حاجه وعايز تجدد اي حاجه، بتسحب من الايه؟ 5000 اللي انت عايزهم دول. حلو كده؟ بشكل بسيط خالص اهو. فالكلام ده اتكرر في الثمانينات، اتكرر تاني في 2015 و2016، وشفنا الجزر بعينينا في قلب نهر النيل. كنا تقريبا الفيضان بتاع 15 و16 الجفاف ده كميه تقريبا لا تتعدى ال 25 مليار متر مكعب من المياه. من 50 ل 25، النص بالنص. طبعا حصة السودان بتخصمها من المنبع اللي هم 9 مليار تاخدهم من نهر النيل الازرق، الى جانب حصتها كلها 18 هي بتاخد، بتحجز في سدودها كلها اكتر من في حدود 24-25 مليار. حلو، نهر النيل الابيض الازرق ده 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 ده. فجالنا في حدود كاجمالي الفيضان كله كان عبارة عن 25 مليار من نهر النيل الازرق. حلو الكلام؟ كلام جميل. فترة الثلاث شهور بتوع الصيف دول اللي احنا فيهم دلوقتي، اللي هو بدء الملء الخامس دلوقتي، والمناسيب بدأت تعلى بشكل طفيف. طيب، الفيضان السنة دي هيبقى ايه يا ابراهيم؟ 50 مليار ثوبيا هتخصم او هتخزن 35 ويطلع لنا 15، ولا هيبقى 25 وما يملاش السد، فبالتالي مش هتطلع لك الكمية، ما هي لازم تحجز كمية، فبالتالي مش هيطلع لك اي حاجة خالص. وصلتك القصة؟ محتاجين ننوه هنا، وقلتها مرارا وتكرارا بقالي سنتين بقولها. السنة دي تاريخ نهر النيل بدأ ينكتب تاريخ جديد غير الآلاف السنين اللي فاتت. آلاف السنين اللي فاتت كانت هيدرولوجية النهر عبارة عن ايه؟ 3 شهور اللي هما 7 و8 و9، أو تحديدا من نص 6 لنص ايه؟ لنص 8 أو أواخر 8. حلو الكلام؟ كلام جميل. ده إيراد اللي هو الفترة بتاعة الفيضان. فكانت بتيجي الكمية المية الكبيرة دي كلها، سدود السودان تتملي والسد والباقي يجي يستقر فين؟ في السد العالي. بعد بناء سد النهضه، الملء الاول، الملء الثاني، الملء الثالث، الملء الرابع، كانت الكميه بتيجي، اثيوبيا بتخزن، بعد كده المايه بتركب من فوق الممر الاوسط. الوضع ايه دلوقتي يا ابراهيم؟ مفيش مايه هتركب الممر الاوسط خلاص. فبالتالي كل المايه هتخش تستقر فين؟ هتستقر في سد الكارثه الاثيوبي. انت مالكش اي حاجه خالص في نهر النيل غير الفتحات بتاعت التوربينات. انسى بقى الفيضان، ولا جه كام، ولا كميته كام، ولا ايه، ولا فين، ولا اي حاجه خالص، ولا اي شيء، ولا الهواء. اكبر دليل على اللي انا بقوله لك ده يا فندم
الصوره اللي ظاهره قدام حضرتك دي فيضان بادئ وبدات المناسيب تعلى في اثيوبيا الخبيثه، وادي نهر النيل العظيم عند التقاء كل الانهار في السودان. كان زي دلوقتي المناسيب تعلى والسودان تبدا تدي تحذيرات، خلي بالكم، وتحذير هنا وتحذير هنا وتحذير هنا وتحذير هنا، تمام؟ فالوضع دلوقتي في تاريخ جديد بينكتب. السؤال السنه دي، هل فيضان نهر النيل هيجي كبير فبالتالي هيملى السد كله بتاع سد الكارثه الاثيوبي، فبالتالي اثيوبيا تضطر تشغل اكتر من توربين عشان تخرج الكميه دي، فيجي لنا مثلا 10 15 مليار في الثلاث اربع شهور دولي، ولا مش هيتملي اصلا فبالتالي اثيوبيا مش هتبقى مضطره او مش هتطلع لك كميه ميه عشان عايزه تكمل الملء بتاعها وتختبر السد و و و و. الخطوره بدات من السنه دي، انما انت مش هتحس بيها زي ما كنا بنقول كده بالظبط في الازمه الاقتصاديه في مصر. كنا من 3 4 سنين بنقول يا جماعه احنا داخلين على وش، يا جماعه احنا داخلين على كذا، يا جماعه احنا في كذا، يقول لك لا ده 100 100، ده القروض دي 100 100، ده استثمار، ده مش عارف ايه، لحد ما وقعنا وجت الطوبه في المعطوبه. دلوقتي انت مش حاسس بحاجه ليه؟ عشان عندك بحيره ناصر فيها كميه ميه تكفي سنه 2 3 4 ايا يكون الوقت، بس في الاخر هي مش منبع نهر النيل. يعني هي ما فيهاش مثلا ينابيع ميه ولا الميه تسخن، لا ما فيش. ده هي عامله زي الحصاله، فلو ما جاش لو ما حطيتش في الحصاله فلوس وجيت تفتحها بعد سنه هتبقى فاضيه برضو، لازم تحط فيها. هي نفس القصه، دي حصاله لازم الميه تجي لها، فلو الميه ما جات لهاش فبالتالي مش هتطلع منها. طب الميه هتجي لها منين دلوقتي؟ من سد الكارثه. هي دي الكارثه، دي الكارثه اللي احنا واقعين فيها. الخلاصه ايه يا ابراهيم؟ ان تركب محبس على النهر، عايز تشرب روح استاذن من اثيوبيا او ادفع بس يا سيدي. شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي. شكرا.